يجعل أحدهم ظهره درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: روحي دون روحك الفداء، نفسي دون نفسك الفداء، أعراضهم فداء، أنفسهم فداء، أموالهم فداء، أوطانهم فداء. ننسى هذا كله ثم نطعن فيهم، نتكلم فيهم، نبحث عن أخطائهم، هذا لا شك أنه سوء أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك لا شك أنه عن وحي أوحاه الله إليه، فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وقدرنا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف قدرك، من تكون، من أنت، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا قدمه أحد. هذا هو المد، ما قدر المد الذي يملأ الكفين مقابل جبل أحد؟ ما قدره مقابل جبل أحد؟ لا شيء. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم بل ولا نصيفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى مكانة أولئك القوم، قوم حكم الله أنهم من أهل الجنة، انتهى الأمر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، انتهى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار، كتب الله لهم الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أناس وعدهم الله الحسنى، انتهى الأمر، نأتي اليوم لنتكلم فيهم ونطعن فيهم؟ والله لا يزيدنا هذا إلا خبالة، ولا يزيدنا إلا دناءة عند رب العزة تبارك وتعالى. وأخيرا أقول: إن من حق هؤلاء علينا أن نفعل كما فعل الله، وأن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، حيث قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فإذا ذكرناهم قلنا رضي الله عنهم وأرضاهم. أن نترضى عنهم، كلما ذكروا، كلما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضينا عنهم، لأن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه كلمات جالت في خاطري، أحببت أن أطرحها بين أيديكم، صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المعاملة الحسنة هذه من الدعوة، كونك تعامله معاملة حسنة هذه دعوة، أن تبين له الأخلاق التي
ينبغي أن يكون عليها المسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يتوقف الأمر عند ذلك، عند المعاملة الحسنة، لا بد أن تتجاوز ذلك إلى الدعوة، لأنه سيأتي يوم القيامة ويشتكيك عند الله تبارك وتعالى ويقول لي جار يعرف الحق ويعرف أني على خطأ وضلال ولم ينصحني ولم يذكرني ولم يدعني، فتحاسب عند الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نقف عنده. هذه مرحلة جيدة أن تعامل معاملة حسنة، هذا أمر مطلوب مع الجميع، ثم بعد تنتقل إلى المرحلة الأخرى وهي الدعوة إلى دين الحق. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف كان يكون التعامل الصحيح مع من يخالفنا في عقيدته نحو الصحابة كزملاء في الجامعة والعمل، وهل يجب هجرهم أم لا؟ وهل يجب هجرهم أم لا؟ نعم. من يخالفنا في معتقدنا ندعوه، ندعوه إلى الحق، نبين له الحق، لأن الكثيرين ممن يخالفوننا قد لا يعرفون الحق، يحتاجون إلى إرشاد، يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى بيان، فلا يجوز لنا أبدا أن نقصر في ذلك ثم نبدأ بقضية الهجر والعتاب وكذا دون الدعوة، لأن الهجر سهل، بس لا تسلم عليه وقابله بوجه عبوس وانتهى الأمر، لكن أن يبدأ بالدعوة، أن يبدأ يعطيه كتيبا، أن يناصحه، أن يدعو له بظهر الغيب، أن يهديه الله، أين هذا؟ يقصر الكثير منا في هذا الجانب، بل يجب علينا أن نتجاوز هذا الحياء الكاذب وأن نبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر. وهذا الكلام أقوله مع من لا يعلن السب والطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلن الكفر والعناد و يعني التشنيع على علماء المسلمين وغير ذلك. أما من كان يعلن ذلك فهذا يمنع، ينصح ابتداء ثم يهجر، نعم يهجر ولا يسلم عليه ولا يكلم إذا كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في دين الله تبارك وتعالى. نعم. الجواب كما سبق، وهو قضية أن الإنسان لا يبقى قضية فقط أنه الهجر الهجر الهجر، الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر أهل مكة، دعاهم، جاءهم في مجالسهم وفي نواديهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وناصحهم وذكرهم بالله تبارك وتعالى. يعني لابد أن لا نهمل جانب الدعوة، لا نهمل أبدا جانب الدعوة، لابد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونرشد الناس إلى الحق، ثم بعد ذلك إذا ظهر العناد والصد والند هنا يأتي الهجر بعد ذلك. نعم. يقول السائل شيخ الكريم، نحن من أهل لبنان نريد الدروس في هذه البلدة، أي لبنان المفتقرة إلى الدروس، وتعلمون أن هذه البلدة لا أحد يأتيها من أهل العلم، فلو تكون لكم زيارة إن شاء الله ييسر الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن ييسر. يقول فضيلة الشيخ، أمرت بالمحاضرة أن كل من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من أصحابه، وهذا تعليم، فهل كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو صدق يعتبر من أصحابه؟ نعم. قال أهل العلم في تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أضرب لكم مثال واحد في الحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 120,000، 120,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر هؤلاء ما رأوه إلا هذه المرة، طيب، ولعل البعض رأه من بعيد ولم يسمعوا، كثير منهم لم يسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون من الصحابة، لكن لا نعرف أسماءهم.